نعم النصائح. أني خرجت يوما معه بعد شرحه لهذا الكتاب الجامع الصحيح للترمذي، لأنه كان يجلس على شرحه أيضا بعد الإنشاء، نعم، ويشرح قليلا ثم ينصرف. فلما انتهى من شرح هذا الكتاب، نعم، خرج يذهب إلى بيتي فتبعته لأشيعه وأودعه إلى بيته في باب الكومة. فمررنا هكذا، وكانت هناك كما يقال أزقة قبل هذه الفنادق، ما كان هناك توسعة في ذلك الوقت. فتبعته أسأله أمشي معه، أسأله إلى أن وصلنا إلى باب بيته داره، فودعته لأنصرف. فقال لي، التفت إليه وقال لي: يا عبد الرحمن اجتهد، أنت بيدك السلاح من أسلحة العلم وهو التغرب، لأنك غريب، والغربة من أسلحة العلم. يا سلام يا سلام، هذه تكتب ماء العيون. إيه، قال: الغربة من أسلحة العلم، لست بين أهلك ولا كذا يطالبونك بكذا وكذا، إذا فأنت الآن في حالة تفرغ لطلب العلم بسبب الغربة، لأن العلم رحمه قال لي هذا. أنا هنا على باب داره، قال لي: أن العلم أشد غيرة من المرأة على ضرتها، أشد غيرة. معناه لو أردت أن أنت طلب العلم، تريد أن تجمع إلى طلب العلم طلب شيء آخر، دنيا مثلا، أي شيء، دنيا شيء هذا يشغل، معناه مشغل. إذا أيوه يشغلك، ها، إذا فعلت هذا، نعم، فإن العلم يقول: لا، خليك مع ذاك، أنا راعي. طلقني. يطلب الطلاق شيخ. ولعله بالثلاث. بل بالثلاثة. ولا ينفعه أن يعني حتى يتزوج زوجة الغير. والله خالد هذا الباب. سبحان الله. فنصحني ورغبني وكذا، ونصائح كذا جيدة، الحمد لله. هذه والله نصيحة يا شيخنا تفيد كثيرا الطلبة الذين يدرسون هنا، نعم، إن أكثرهم، نعم، من، نعم، من المتغربين، نعم، نعم، هذا هو الغربة من أسلحة الطلب. جميلة والله، جميلة، هذه تكتب شعار يا شيخ. قال لي هذا والله على باب بيتي. نعم نعم.